يلي بدي اقوله الليله انه اهم صوت معي بكسروان هو صوت بشير جميل. ونحن ما كملنا الطريق لو ما كان بعد بشير جميل حي فينا. وهالقضية اللبنانية ما كانت بعدها حي فينا لو ما كان فكر بشير جميل وكان صاحب فكر ومشروع بشير جميل وكان صاحب مشروع ورؤية بشير جميل وكان صاحب رؤية وحلم بشير جميل وكان صاحب حلم موجود بكل واحد منكم. نحن اليوم الموجودين هون عم نشهد على انه بشير ما مات، ووجود نديم جميل اليوم هو دليل مش على انه بشير عنده ابن، على انه بشير عنده شعب وراه. انت يا نديم شعب بشير، كل واحد معك مع بشير وكل واحد ضدك ضد بشير. ونحن وانا اكبر اسى عندي واكبر حزن عندي بمعركتي الانتخابيه لاني مرشح على الانتخابات بكسروان، لاني كنت مفضل اني ما اكون مرشح على الانتخابات وكون حد نديم بالاشرفيه. لانه انا في كثير شو ما كان يلي عنده دين مادي في رده، اللي عنده واجب في يقوم فيه، بس الدين يلي عنا اياه نحن لبشير جميل ما حدا في رد له اياه ابدا. وباللحظه اللي بحس الواحد انه صار هو مثل بشير بيكون عم بيلغي كل رسالة بشير جميل. لهالسبب نحن اليوم عهدنا ووعدنا التزامنا انه نكون كلنا نديم مثل ما كنا كلنا بشير.